بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أبدأها بالعناوين. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبي يشارك في أعمال القمة السادسة للاتحادين الأفريقي والأوروبي بروكسل. رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يلتقي بوفد أعيان قبيلة الزقاف. الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بقزو أوكرانيا. كانت هذه العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة. شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبي بصفة رئيس الدوري لدول مجموعة ساحل الخمس، شارك في أعمال القمة السادسة للاتحادين الأفريقي والأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس السنغال الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي مكي سال ونظيره الفرنسي الرئيس الدوري للمجلس الاتحادي الأوروبي أمانويل ماكرون ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ونظيرته رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا أوردين لاين قدم كل على خطاب عبروا فيه عن المصير المشترك. وأكد رئيس الدوري للاتحاد الأفريقي السنغالي مكي سال على أهمية الاتفاق لإعادة النظر في الشراكة بين القارتين. كما اقترح رئيس الاتحاد الأفريقي 8 أولويات ينبغي توجيه المحادثات حولها، من بينها التغيير الهيكلي، تحول الطاقة، التصنيع واستعادة التراث الثقافي. هذا وتتواصل أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبي إتنو، شارك في أعمال الطاولتان المستديرتان مخصصتا لمناقشة السلام والأمن والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل. حيث أشار رئيس الجمهورية في خطابه على قضايا الشباب ونوعية الموارد البشرية وتحديث الشراكة بين القارتين، كما عبر عن أسفه لعدم تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي صدرت عن القمة الأخيرة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، واقترح سيادته استثمارات ضخمة توجه نحو تحسين نوع التعليم والتدريب المرتبط بالتوظيف ودعم البحوث والابتكارات وتطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وخلال مشاركته في طاولة الأمن والسلام والحكم، قدم سيادته تحليلات عملية للوضع مدعومة بعناصر للتقييم ومسارات للعمل، وذلك بهدف التعامل مع حدة النزاعات في أفريقيا. وحذر رئيس الجمهورية من خطر الإلهاب الذي وجد أرضية خصبة ويهدد بالانتشار داخل القارة، مؤكدا على تضحية جاد في مجال مكافحة الإرهاب. برئاسة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي، اعتمد مستشارو المجلس الوطني الانتقالي المشروع الخاص بالنظام القانوني للعدل في تشاد. كان ذلك بحضور وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو، حيث يتضمن هذا المشروع المشروط والنصوص القانونية التي تحدد صلاحية المحضرين المنتدبين للقضاء، وذلك وفقا لقانون أحادي في أفريقيا. وطرح مستشارو المجلس الوطني الانتقالي خلال مناقشات الجلسة العديد من الأسئلة التي تتعلق بتوفير العدالة لجميع المواطنين وتنظيم الجهاز القضائي في البلاد. وقد رد وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو، رد على جميع الأسئلة التي طرحت إليه حول هذا الشأن. وبعدها عرض رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي عرض المشروع للتصويت عليه. حينها جاء اعتماد المشروع ب64 صوتا مقابل صوت واحد رافضة، وامتنع 6 عن التصويت. وفي تصريح صحفي قال وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو، من هنا لقدام القانون ده يتمدو، أي نادم بدور بق يسيد لابد يحمل شهادة أنا ماتريز أو ماستر أه قبل بعدين يجي يسي امتحان دونكو منستر أنا جستيس وشامر أنا لا يسي وكلية العدالة أنا دروع أنا جامعة أنجمينة كلهم ينظموا امتحان دونكو ناس النجهو ده يمشوا يعملوا استاش أنا سنتين وبعد سنتين
وسمو شنو النجاح ممكن يعينهم يسيه. ترأست بدار المرأة التشادية وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة السيدة أمينة بيرسيلينغو حفل توزيع شهادات دورة تدريبية لعدد من المشاركات في المهن المختلفة، كان ذلك بحضور مديرة التدريب المهني ممثلة لوزير التكوين المهني والحرف ومديرة دار بيت المرأة التشادية. وأكدت وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفولة أمينة بيرسيلينغو على استمرارية التدريبات من أجل خلق فرص في مختلف المجالات، حيث قالت اليوم بفرماسيون لبوتو أخواتي تمشو تلقوا فوق كدمة تسايدوا لي فامي أنا كو تسايدوا لي بلد كولا 175 بنات لديو فورماسيون أنا أوتيليري أنا كوتشور وأنا إنفورماتيك قلت لي ميزون ناسيونال بيت المارا فيليستاسيون لكيب ميغا ليسي. في الشأن السوداني، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الكبير الذي تطلع به الإدارات الأهلية في دعم السلم الأهلي والمجتمعي، وأكد سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري بوفد أعيان غبيل الزغاوة بولاية جنوب دارفور ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن. وأمن العمدة الهادي سائر عبد الله في تصريح صحفي على حرص الإدارة الأهلية على معالجة القضايا المجتمعية لضمان سلامة وأمن المواطن. وأشار العمدة الهادي إلى أن اللقاء تناول عددا من القضايا التي تهم السودان بصفة عامة والقبيل على وجه الخصوص، وأعلن الهادي دعم ومساندة أعيان القبيلة للقوات المسلحة لحماية وصون سيادة البلاد، مؤكدا رفضهم التام التلاعب بمقدرات الشعب السوداني من قبل الجهات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد. التقينا مع السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الشعب المسلحة عبد الفتاح البرهان في مكتبه في القصر الجمهوري، وناولنا العديد حقيقة من القضايا اللي بتهم السودان وأيضا اللي بتهم القبيلة ومناطق الأهل، وجزاه الله ألف خير استمع علينا استماع جيد، وبإذن الله سبحانه وتعالى أوعدنا إن شاء الله الشيء في مقدوره حيقدمه، ونحن أيضا أكدنا له وقوفنا خلفه وخلف قوات الشعب المسلحة وأيضا الوطن الحبيب، نحن أيضا مع السلام. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحر مستشار إبراهيم جابر إبراهيم بمكتبه بالقصر الجمهوري بسفير المملكة المغربية لدى السودان السفير محمد ماء العينين، وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والمغربي. وأكد السفير محمد ماء العينين في تصريح صحفي أزلية العلاقات المغربية السودانية ومتانتها، وقال إنها ترتكز على مجموعة من الروابط والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وأضاف أنه اطلع خلال اللقاء على التطورات التي تشهدها الساحة السودانية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في السودان. جعلني معاليه أكون على اطلاع من التطورات التي تشهدها الساحة السودانية والحوار القائم كذلك بين جميع الفصائل السودانية من أجل الأمن والاستقرار وبناء السودان. كانت كذلك فرصة سانحة لتقييم والحديث عن العلاقات المغربية العتيدة، وهي علاقات مغربية سودانية عتيدة ضاربة بجذورها في التاريخ. نحن نعتز أي اعتزاز بهذا الجانب من العلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين المغرب. عالمياً، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا، وأنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة. وقال بايدن: لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة،
مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وقد حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على موسكو إذا ما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا. أعلن زعيم منطقتي لوهانسك ودونتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا التعبئة العامة على خلفية الأزمة الأوكرانية، تزامنا مع اتهامات متبادلة بالتصعيد وبشن هجمات جديدة بين الانفصاليين وحكومة كييف. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل جندي أوكراني السبت خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفيتية السابقة. وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا نتيجة قصف مدفعي أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا. وفي وقت لاحق أشارت مصادر صحفية أنها سمعت دوي عدة انفجارات شمالي مدينة دونتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا. إلى هنا تكون قد تكاملت هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبي يشارك في أعمال القمة السادسة للاتحادين الأفريقي والأوروبي بروكسل. رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يلتقي بوفد أعيان قبيلة الزقاو. الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا. إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24. تقبلوا تحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.